بلاي تقول تزخر بثروات طبيعية وموارد طبيعية مهمة جدا اللي هي وفرة الأراضي الصالحة للزراعة وكذا وفرة الموارد المائية واليد العاملة المؤهلة لأنها منطقة فلاحية يعني لو فالي دو 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 أدريغ. الهدف نتاع لهنا الهدف نتاع اليوم هذا هو اللي يكون الكونتاكت مع السلطات المحلية والسلطات والفلاحين والجمعيات الفلاحية والتعاونيات وكذا جميع الهيئات المتداخلة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي.